شكون وصلت من اسطيب؟ اجي ارتاح شوي. لا احنا باخر اصاحبي، يلا دابا نمشيو لكم. حافلات جديدة، متعة وطاقم محترف. سيداتي سادتي، مع الساتيام سافر في ما بغيتي توصل مرتاح. الساتيام، السفر على حقه وطريقه. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم سولوا الناس. اليوم كنحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة، بهذا الخصوص خرجنا للشارع المغربي باش نسولوا بعض المواطنات المغربيات على الحقوق ديال المرأة. نسولوهم ونرجعوا لكم من بعد. حقوق المرأة، انا جو بونس كيف ما كاينين عيالات واخدين حقهم في المجتمع، كاينين عيالات ما واخدينش حقهم بالمرة، سورتو لي فام اللي ما قاريينش وهكا، يعني ما عارفاش شنو ليها وشنو عليها. كيف ما كاينين رجال عاود واعيين بحقوق المرأة، كاينين رجال ما واعيينش تماما، واخا قاريين وايتو كتلقى واحد كيكزيرسي عليها واحد لا فورس، واحد النوع ديال العدوان، ماشي ضروري فيزيك مي بارفوا سا مورال. الحقوق كنسمعوها كنشوفوها غير هكذا في المحاكم داكور، ولكن في شي حوايج بزاف اللي ما كان المراه ما عندهاش الحقوق ديالها، بزاف د الحوايج اللي ما كت في النظام، بعد النظام ما كاينش بالنسبه لاحترام الرجل للمراه، بزاف د الحوايج ما كيحترمش الرجل للمراه، دونك اوتوماتيكمون انت كتحسي بان كاين واحد النقص، واخا كاين داك الحقوق المراه مي ماشي مطبق على في جميع الاطر، دونك جوست واحد لو كوتي وسينو نوتر كوتي سي با. بصراحه عي هضره زعما ما كايناش فاش الحقوق، ما كاين حتى شي حقوق، المرأة تتعاني بزاف ولا بغات شي حاجة مسكينة، ما واخا تدق في المجال شي حاجة اللي تتصل زعما اللي واجب عليها مسكينة، ما تعطوها الحقوق ديالها. ما كايناش كاع نهائيا، ما كايناش حقوق المرأة، ما كايناش، كاينة مكتوبة مي التطبيق ما كاينش. بحال مثلا حقها في الحياة الكريمة، واخا ما تكونش خدامة تكون عندها واحد الدخل باش تعيش، ماشي ضروري تكون متكلة على ولادها ولا على شي، تكون عندها استقلال مادي. بحال بصحة، بزاف ديال المجالات المرأة مسكينة ضايعة فيهم. كاينة حقوق ولكن ما تطبقش، ماشي مرأة كتكون مع راجلها وداك الشيء ما كتلقاش ياخذ لها حقها. ماشي كلها متوفرة للمرأة، كاين بعض الحالات المتوفرين وكاين بعض الحالات ما متوفرينش، بزاف د الحوايج اللي ناقصين اليوم ما لقياهمش في الحياة ديالي. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى هو يصوبوا صافي. ما كنشوفوش زعما شي حق، كيقولوا في الاذاعه وديك الشيء كاين الحقوق المراه، ما شفنا حتى حق، شحال من وحده عايشه غير في المحاكم وديك الشيء على حقها ما كاينش ليها حتى حقها. ماشي بحال الراجل، هي شويه ما عندهاش لا حقوق زعما كاع الكافيه، زعما مظلومه شويه، نقص شويه وفي كل شيء. ما شوفي عينك كنتي غاديه في الزنقه، واش شي واحد تيخليك في الثقه؟ هذه وحده من حاجات، على بال ما عندك حتى شي حق، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي اللي عندك حق فيها ولا تكوني مرتاحه فيها ولا شي حاجه، ضروري تيبرزتك بنادم، هذا هو اللي زعما هو. هي بصراحه حقوق المراه مزيانه، بحال بنادم يعطيو تكون مرتاحه مهنيه وصافي، هادشي اللي كاين. كيف ما نقولوا عاود، المراه انا اللي كنلاحظ اكثر هو واحد عدم الوعي، لا بحقوقها لا بواجباتها، يعني كنلقاو واحد المسار غادا فيه البنت المغربيه اللي هي المستقبل شويه بيزار شويه امبيغو. اذا مشاهدينا كان هذا هو سؤالنا لهذا اليوم، كيف ما لاحظتوا بان الاجوبه ديال المواطنات كانت مقتربه، حيت كاملين قالوا بانه الحقوق ديال المراه المغربيه مهضومه. الى هنا كنتهي حلقتنا لهذا اليوم، كنضربوا لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.